مساء الخير اعزائي مشاهدين برنامج اولاد الملك. النهارده معانا ومعاكم حكايه جديده، قصه جديده من اخواتنا ومع اخواتنا اخوه الرب، حكايه ابو توماس. انا كنت شغال ستوري في العاشر من رمضان، وانا جاي من على الدائري بعد الطريق عربيه خبطتني وجريت، رجليها كسرت وظهري اتأثر بيا، ورجلي عملت فيها مسمار نخاع وشرايح، وقعدت في الجبس حوالي 6 شهور ونص. كنت بحاول اشتغل على توك توك او اقف على تروسيكل او اروح شغل، بس الشغل ما بقاش ينفع دلوقتي لاني انا شغلي كله واقف على رجلي، وطبعا اصحاب الشغل ما بيعتوش حد. بعد 5 شهور جه ابني تعب، جات له شويه سخونيه، وديته مستشفى ابو الريش اللي هي الياباني، اتحجز هناك قعد حوالي 25 يوم، ودخل الرعايه المركزه، وكنا عاملين له عمليه في المخ، وربنا افتكره واتنقل. فكنت انا مستلف فلوس من ناس، لان كانت الفلوس اللي معايا في العمليه بتاعتي اللي خلصتها كنت بصرف منها، ودلوقتي مش عارف اروح اشتغل. ممكن اطلع على اي توك توك من اي واحد، اطلع ورديه 6 ساعات وهو بجيب مصاريفه ومصاريف التوك توك. مساء الخير اعزائي المشاهدين برنامج عود الملك، برنامجكم حكايتكم فرحتكم. الزيارة التانية لاخونا رمزي، الزيارة التانية اللي فيها الامل، اللي فيها الفرحة، اللي فيها البسمة. ممكن تكون اول زيارة لاي حالة فيها دموع، فيها حزن، فيها الم، اما الزيارة التانية فيها عكس كل المعاني دي، فيها فرح، فيها امل، فيها ابتسامة حقيقية. رمزي احنا بنرحب بيك المرة التانية، حابب تقول ايه؟ انا مش عارف اقول ايه من الفرحة اللي عندي، واشكر كل القائمين على القناة، واشكر كل القائمين على القناة اللي جابوا لي البسمة تاني، اللي رجعوا لي الفرحة تاني، اللي انا اعرف اشتغل واعرف اكل بيتي واعرف اصرف على نفسي. وشكرا لكل القائمين على القناة وكل اللي اتبرعوا لهذا الموضوع اللي انا ليا. انا انت النهارده معانا. طبعا انت طلبت باب رزق، كمان ضربت الديون اللي عليك تدفع، ده المبلغ اللي عليك. شكرا. احنا النهارده بنقدمه لك، بيقدموا لك اخواتك في اولاد الملك، بيقدموا لك كل واحد النهارده بجد قدر يرسم الفرحه على قلوبنا احنا قبل قلبك. النهارده هتعمل ايه؟ طريقك هيمشي ازاي؟ التروسيكل اللي انت جبته، قول لي انت احلامك ايه؟ انا كده خلاص الحمد لله، اللي انا هسدد عليا الديون بتاعتي، والتروسيكل اللي انا جبته هشتغل عليه، هبيع عليه اي حاجه، هطلع بيه بالخضار، هطلع بيه اي حاجه. اشكر الناس اللي هي اتبرعت وفتحت لي باب رزق تاني، اشكر القائمين على القناه اللي هم تعبوا معايا في الموضوع ده ووقفوا جنبي لغايه النهايه، لغايه ما جابوا لي التروسيكل وسددوا الفلوس اللي عليا. صدقتني احنا هنجيلك بسرعه؟ لا مصدقتش. لا مصدقتش. تحب تقول ايه لكل واحد النهارده هو بيتبرع لحد؟ لكل واحد متبرع لحد اقول له شكرا جدا اللي انت اتبرعت، وفلوسك سيك في التمام في القناه، ان فلوسك بتوصل للناس المحتاجه. طبعا انا بشكرك وهختم على كلام اخويا رمزي، ثق تماما ان عشورك، ان عطيتك، ان فلوسك بتوصل لكل حد فعلا هو محتاجها. اعزائي المشاهدين برنامج اولاد الملك في قناة قبل تكسات، النهارده معانا فرحنا معاكم، اتبسطنا معاكم، قدرنا نحقق ونرسم خط طريق حياة الأسرة. شكرا لكم، وأنا بجد بشكركم محبتكم، بشكركم على إنكم بتساعدوني إن أنا أرسم الفرحة دي على قلوب الناس وقلبي قبل قلب أي حد. شكرا لكم، وكنا مع بعضنا مع عائلة رمزي. Thank you.